اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة معانا الكوارع، وبنعمل الكوارع النهاردة بناء على رغبة السادة المشاهدين اللي بيتابعونا من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وكمان اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا على الصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي. يا شيف مغازي، الكوارع ما شفناكش عملتها بقالك وقت كبير، احنا معتاد منك تعمل الكوارع دايما بطريقه جديده، فانا جاي على بالي النهارده اعمل الكوارع طاجن بالحمص الشام، يعني الاثنين بروتين، بروتين نباتي وبروتين حيواني، ولكن البروتين الحيواني اللي معانا النهارده مختلف الشكل واللون والطعم، ما هيش الهبره الحمراء ولا هي الرقبه الضاني ولا هي الفخده الضاني ولا الكتف الضاني ولا الكوستاليتا، دي كوارع. كوارع غنية بالكولاجين الطبيعي، كوارع يعني بتوفر عليكي تروحي لعيادة طبية أمراض جلدية، يعني مفيدة للجلد، مفيدة للبشرة، مفيدة للشعر، مفيدة للعظام، حاجات لطيفة مش هتخلينا نركب الأسانسير، ناخد السلم في درجتين للدور العشرين، دي الكوارع بتاعتنا النهاردة اللي هنعملها طاجن بالحمص الشام. معانا الكسكسي، ولما نقول كسكسي بشوربة الكوارع يعني سمع هوس. هنعمله كسكسي بالدمعة، الدمعة يعني طماطم متسبكة واخدة حقها على النار من الوقت الكبير، مع تومة وبصلة مع صوص طماطم، وما تنسيش معلقة سكر عشان الحموضة. أما العصير بتاع النهاردة للأمانة هو عصير قيمته الغذائية عالية جدا، في نوع من أنواع الخضار متهم ما بين إن هو يكون خضار أو فاكهة اللي هو البنجر، لأنه غني بالسكريات ومصدر غني جدا للسكريات، فهنعمله النهاردة مع العصير البرتقال وعصرة ليمون وعسل، فأكيد العصير ده بيتكلم عن نفسه، إذا كان بنجر يعالج الأنيميا وبرتقال غني في فيتامين سي أو العسل اللي إحنا مش محتاجين نتكلم عنه. الخلاط معانا والعصير على الشاشة مقاديره، يا نعم. أمورينا يا ست الكل. معانا بنجر ومعانا برتقال ومعانا عسل ومعانا ورقتين من النعناع الأخضر، برتقال وعسل وبنجر. ومعايا شوية مية من سلق البنجر، لأن البنجر ده سلقناه في ماء مغلي بعد ما غسلناه كويس. حلو الكلام؟ هناخد البرتقال بنحطه هنا، واحنا اتعلمنا حاجه، يا نعم. البرتقال احنا اتفقنا او العصاير. البرتقال احنا اتفقنا ان احنا لما عايزين نجيب تلج، وفرت عليك انك انت تحط العصير البرتقال في القلب الديب فريزر، تكسب انك انت ايه اصبحت برتقال معاكي مثلج، وفر عليك تحطي تلج في الخلاط وتتوتري طبعا، والسكينه بتاعه الخلاط يحصل فيها مشكله نتيجه التلج. فانا اديتك دلوقتي تركايه حلوه، تحط الفاكهه، تحط عصير البرتقال زي ما الشيف عمل كده. اللهم صل على النبي، ده عصير البرتقال، والبرتقال موجود الحمد لله عند الراجل الفكهاني صيف شتاء، وعسل مع عصير البرتقال. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ طبعا العصير ده كله عناصر غذائيه، ومعانا البنجر الجميل، دي بنجريه سليمه هحطها، احنا مخلينه سليم عشان حضراتكم تشوفوه، ورقتين نعناع اخضر حلوين. ليه النعناع يا شيف؟ والله النعناع مع عصير الليمون بيدي تيست وفليفر عالي، مع العصاير عموما كلها. دي شويه ميه بنجر، اللون اتغير على طول يا سبحان الله. معايا كمان شويه بنجر مبشورين هنا نحطهم. مشروب طبعا بمناعه قويه، مضادات اكسده، اذا كان البرتقال ولا البنجر. مشاكل الانيميا والناس اللي عندها انيميا واللي تعاني من الانيميا، مهم جدا. زي الفل، نشيل ده من هنا بقى خلاص. معانا الكاسات الحلوه بتاعتنا. نعم، حاضر، اعمل حسابك في كوبايه. انا هصب اللي في الخلاط والباقي بتاعي. ناخد الخلاط نشغله كده. اللهم صل على النبي. يلا يا غالي.
رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وانا اسف جدا لازعاج صوت الخلاط، ومعانا مخرج شاطر وفريق عمل شاطر من الاساتذه المصورين للفنيين. في خلال ما صوت الخلاط شغال ومزعج صوته بجد، بنشوف صوره حلوه. في احلى من كده؟ يعني ما عديش فرصه. خلي بالكم هنفتح الخلاط، اللهم صل على النبي. خلي بالك اللون الاحمر ده بيضايق، لما تكوني مروقه مطبخك كده ومروقه كل حاجه، وفجاه تلاقي معلقتين من اللون الاحمر ده بوظوا لك المطبخ. طبعا هتكرهي البرجر وتكرهي سنينه. شايف العصير؟ شايف الانسياب والشكل الانسيابي؟ عصير كله عناصر غذائيه، مضادات اكسده، يعالج انيميا. طفلك مش بيشرب البرجر حطته له في البرتقان شربه، اتحكى عليه وقالوا ده شربات فراوله او عصير فراوله لغايه لما يدوه ويستطعم. الف انا وشفا. اللي في الخلاط ده بتاعي انا بقى. حلو الكلام؟ خليه على جنب كده، ونشيل الخلاط من هنا، وتعالوا في عجاله كده نقول احنا عملنا ايه من البدايه خالص، عشان حبايبنا اللي بيجوا متاخرين. احنا البرنامج بتاعنا الساعه 1 على شاشه القناه الاولى كل يوم، وبنشاف في كل انحاء الكره الارضيه من خلال الفضائيه المصريه اللي تبث في الخارج. معانا الكوارع النهارده عملناها بناء على رغبه حضراتكم، عملناها بتكنيك علمي طهو، اتغسلت بعد ما اتقطعت واتثبتت، وسلقناها مع بوكيه جرنيه من الخضار والحبهان، وخدمنا على الشوربه جامد، لان لينا هدف في راسنا هناخد الشوربه دي نعمل بها الكسكسي. خدنا الكوارع بعد ما استوت حطيناها في الطاجن او في الصينيه، ودخلناها الفرن مع البصل والفلفل، ودلعناها زي الفل، وشويه الحمص الشام علشان تبقى قيمه غذائيه عاليه جدا، 2 بروتين حيواني ونباتي. عملنا الكسكسي اللطيف بشكل علمي تاني، الكسكسي اللي هو المبروم او المفتول، المسميات بتاعته في كل المحافظات او الدول. عملناه بشوربه الكوارع، وعملناه بالدمعه. الدمعه دي حاجه لطيفه من الصعيد الجميل اسمها التخديعه، او الدمعه بتتسبك على النار مع معلقه سكر لغايه لما نتخلص من الحموضه بتاعه الطماطم. قدمنا بقى بناء على رغبه الاساتذه معايا، فين شوربه الكوارع؟ فين كوبايه الكوارع؟ هي اللي موجوده معايا في الحله، في الطبسيه، او في البوله، او في بوله الشوربه. عملناها بتكنيك برضو لطيف وجميل. العصير بتاعنا يساعد على الهضم، قيمة غذائية عالية جدا، عصير البرتقال بالبنجر والعسل، قيمة غذائية السفرة بتاعتي، ممكن شوية بروتين زيادة شوية، ولكن مادة الموجودة في الكوارع الكولاجين مفيد جدا وما نقدرش نستغنى عنه. وزي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، بناكل الكوارع مرة في الأسبوع، مرة كل 15 يوم، مش هتخبطي باب عيادة الدكتور جلدية خالص، لأن هيبقى عندنا نضارة، شعر نضارة، بشرة نضارة، تحت العيون نضارة، كل ده من الكولاجين اللي موجود في الكوارع. رؤية، فن، إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.